والحضور معنا النهاردة سيدنا بعضا من الأساتذة والدفعات اللي تخرجت في حبرية قدستك من يوم قدستك سلمتهم إلى النهاردة، فيهم بعضهم دراسات عليا ما بين دكتوراه وماجستير. والحقيقة يعني الدفعة دي كمان في مضاف إليها دفعة الدراسة أونلاين. نقول كده زي ما بنقول في المزمور: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. إن احنا نبقى في حضرة خليفة ماري مرقس. قسم العلوم اللاهوتية يدرس أيضا 5 مقررات دراسية: لاهوت عقيدي، لاهوت مقارن، لاهوت نظري، لاهوت روحي، لاهوت رعوي. أنا طبعا سعيد جدا بهذه المناسبة الجميلة، وأول مرة أتقابل مع عدد من الدفعات، طبعا حضور نيافة الأنبا بولا، مطران الإبرشية طنطا وكل توابعها، والحقيقة إحنا في الكنيسة القبطية محتاجين جدا جدا الدراسات المتخصصة في مجالات اللاهوت. هذه مناسبة طيبة جدا، وفرحان بتخرجكم، وفرحان باجتهادكم، وفرحان بخدمتكم، وبالحقيقة أنا بقول الكلام ده.